أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من مرابحة، البرنامج الذي يعنى دوما بالقطاع المالي الإسلامي. بدءا هذه أبرز العناوين. صندوق الثروة السيادي البحريني ينشئ برنامجين للسندات والصكوك بمليار دولار. تغطية اكتتاب البنك الأهلي بنسبة 2307% رغم صدور فتاوى التحريم. أهلا بكم من جديد. أنشأت شركة ممتلكات القابضة صندوق الثروة السيادي للبحرين برنامجين منفصلين لإصدار السندات والصكوك في سوق الأسهم الإيرلندية لجمع ما يصل إلى مليار دولار للمساعدة في إعادة تمويل ديون يحين أجل استحقاقها العام المقبل. وحصل البرنامجان وهما بعدة عملات على تصنيف تريبل بي من مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية، التي قالت إن حصيلة البيع ستستخدم في غالبيتها لإعادة تمويل ديون يحين موعد استحقاقها قريبا. وتملك ممتلكات القابضة، وهي أحد أصغر صناديق الثروة السيادية في الخليج، حصصا في بضع شركات في القطاع غير النفطي بالمملكة، من بينها البحرين للاتصالات وألومنيوم البحرين. اجتذب إصدار الصكوك لشركة مركز دبي المالي العالمي 3 مليارات دولار، أي نحو 11 مليار درهم. وأطلقت الشركة أمس إصدار صكوك لأجل 10 سنوات قيمته 700 مليون دولار، أي نحو 2.5 مليار درهم عند 185 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة. ويتولى ترتيب الإصدار بنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك نور وستاندرد تشارتر. ارتفعت الأرباح الصافية لمصرف أبوظبي الإسلامي في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 21% على أساس سنوي لتصل إلى 477 مليون درهم. كما نمت الأرباح الصافية للشركة في فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى مليار درهم. وتمت تغطية اكتتاب الأفراد في أسهم البنك الأهلي التجاري بنسبة 2307%، وذلك في اليوم الأخير من الاكتتاب. وبلغ عدد المكتتبين 1,260,000 مكتتب، فيما بلغت الأموال المحصلة 311 مليار ريال. هذا الإقبال الكبير من المكتتبين يأتي رغم صدور فتاوى من كبار الهيئات. وكان الاكتتاب في 300 مليون سهم في البنك الأهلي التجاري مخصصة للأفراد بسعر 45 ريال للسهم الواحد، استمر لمدة 14 يوما. واللجنة الدائمة للفتوى بالسعودية والتي يرأسها آل الشيخ قد أفتت بتحريم الاكتتاب والمساهمة في البنوك والشركات والمؤسسات التي تتعامل بالربا بيعا وشراء على حد وصفها. أنا معي مباشرة من جدة خبير الصيرفة الإسلامية الأستاذ لاحم الناصر. دعني أرحب بك أولا معنا في مرابحة لهذا المساء، ونتحدث عن البنك الأهلي وهذا الاكتتاب اللافت، يعني 2307%، تجاوز المكتتبون فتاوى العلماء، كيف تفسر ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة يعني اكتتاب البنك الأهلي شابه الكثير من النقاش حول مدى شرعيته، والحقيقة أن هذا النقاش ما كان ليثور ابتداء حقيقة، ولكن يعني مخالفة الهيئة الشرعية للبنك الأهلي الفتاوى السائدة وإفتائها بجواز الاكتتاب فيه هي ما أعطت هذا النقاش البعد الشرعي، وإلا سابقا كان النقاش فقط يعني من قبل بعض الكتاب الصحفيين وبعض المحللين الاقتصاديين، وكان نقاشا يعني خارج يعني اهتمامات المواطن العادي. بالنسبة لما حدث في البنك الأهلي، يبدو أنه نوع من محاولة إثبات أن الفتاوى لم تؤثر على شهية المستثمرين للاكتتاب في هذا السهم، وهذا الأمر حقيقة مخالف جدا للواقع ولما أريد لهذا الاكتتاب. الاكتتاب في أول طرحه هو خصص شريحة منه للأفراد، وحتى منعت المؤسسات المالية والصناديق من الاكتتاب يعني رغبة من إفساح المجال للأفراد للاكتتاب. وبالتالي يعني نحن لو عقدنا مقارنة بين الاكتتاب في البنك الأهلي من حيث عدد الأفراد وليس من حيث جملة الأموال التي جمعت،
نجد أن نسبة المكتتبين في البنك الأهلي من الأفراد بقياسا بالنسبة الأفراد الذين اكتتبوا في بنك الإنماء في عام 2008، ونحن نعرف أن 2008 كان عام أزمة مالية، وكان السوق السعودي يعاني من تدهور كل الأسواق حقيقة في عكس هذه الأيام حيث السوق استعاد نشاطه، ومع ذلك نسبة المكتتبين في البنك الأهلي اليوم في مع نشاط السوق لم تتجاوز 12% من المكتتبين في بنك الإنماء في عام 2008 مع سوء السوق ويعني حدوث الخسائر التي جعلت الكثيرين يعزفون عن السوق. كان عدد المكتتبين في بنك الإنماء 8,800,000، فيما عدد المكتتبين اليوم في بنك الأهلي مليون، لم يتجاوز 1,200,000. لعلنا نطرح تساؤل، ما سبب النمو الكبير في عدد الأموال المجموعة؟ عفوا سيد لاحم، يعني هل كانوا مؤسسات وأفراد في بنك الإنماء؟ كان للأفراد، كان للأفراد. وعدد المكتتبين كان 8,800,000. الآن ما حدث في البنك الأهلي أن كان هناك عزوف كبير جدا عن الاكتتاب في أول الأيام، ولعل الجميع يعلم ذلك أن لم تتم التغطية إلا في آخر الأيام، وكان هناك يعني عزوف كبير جدا، حتى كان هناك خشية من عدم تغطية الاكتتاب. لكن ما حدث هو أن البنوك فتحت المجال للتمويل الاكتتاب في البنك بحيث أنها تجاوزت حجم الأموال الممنوحة. أن الإنسان يعني أن يقدم مثلا نفترض يعني مليون، يأخذ 9,000,000 من البنك كتمويل للاكتتاب، وبالتالي نجد أنه قفزت عملية التمويل في آخر الأيام قفزات هائلة نتيجة لأن المكتتبين هم متمولون. لعلنا نعرف أن هناك حوالي 9 من المكتتبين حصلوا على 16,000,000,000 من البنوك، وبالتالي كان هناك يعني محاولة كبيرة جدا لتغطية الإخفاق في عدم إقبال جمهور المستهدفين بالاكتتاب بمحاولة منح التمويل. ونحن نعلم أن هناك أصلا كان فيه نوع تعميم من المؤسسة النقد في عام 2013 على البنوك بمنع التمويل الاكتتابات والحد منه، ولا يتجاوز في أقصى حدوده حوالي 50% من المال المقدم من المكتتب. جيد سيد لاحم، يعني دعنا نسلم بصحة جدول التحريم ونأخذ بها، ورغم ذلك كما تفضلت وذكرت وأشارت التقارير والمؤشرات والحقائق إلى أن المكتتبين تجاوزوا ذلك، يعني إلى أي مدى سيفتح ذلك بعد أن فتح شهية المكتتبين شهية البنوك نفسها الأخرى والتي فتحت التمويل الآن في إشارة ربما شهيتها في ماذا؟ في شهيتها في لماذا؟ في طرح اكتتابات بهذا الشكل وتتجاوز كل هذه الفتاوى وتحقق تغطية. هو الحقيقة يا أستاذ طيب، يعني البنوك التقليدية تعمل في المملكة العربية السعودية منذ زمن، وفيها مستثمرون ويضخ فيها رؤوس أموال، فهو أمر ليس بجديد حقيقة. وحتى البنوك يعني كانت تطرح في بعض الأحيان زيادة رأس مالها بحقوق أولوية وتغطى، فهذا أمر ليس بجديد حقيقة. فالمجتمع يعني موجود فيه مؤسسات مالية إسلامية وموجود فيه مؤسسات مالية تقليدية، وهناك مستثمرون في هذا الجانب ومستثمرون في هذا الجانب. يعني ليس كل المستثمرين في المملكة العربية السعودية ينظرون لهذا الجانب ويراعونه. وبالتالي أنا أعتقد أنه ما تغير شيء حقيقة في مزاج المستثمرين في المملكة العربية السعودية أبدا، وأعتقد أن الذين يتأثروا بفتوى الهيئة للبنك الأهلي قلة حقيقة، قليلة جدا، وهي أصلا حقيقة كانت عندها رغبة أنها تكتتب، ولكن مثل ما يقول المثل عندنا حط بينك وبين النار مطوع، يمكن بعضهم حاول أن يرضي ضميره أنه يعني أخذ بالفتوى. نعم، الجهات المنظمة لقطاع المال في السعودية بإجازة وتكرمت يعني لم تتدخل بأي حال من الأحوال، أليس كذلك؟ لا نهائيا. نحن نعلم أنه في المملكة العربية السعودية مؤسسة النقد العربي السعودي يعني هي تفرض يعني تعليمات على كل المؤسسات بدون استثناء،
وفي نفس الوقت هي يعني أتاحت للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية أن تعمل بحرية حقيقة وفقا لهذه الأنظمة، وهي لا تتدخل مباشرة في قرارات الجهات، في قرارات المستثمرين الذين يملكون هذه المؤسسات، ولا في قرارات المؤسسات إلا بما يحفظ استقرار هذا القطاع. خبير الصيرفة الإسلامية الأستاذ لحم الناصر، كنت معنا في هذا البرنامج من المملكة، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. قال قيادي في حزب العدالة والتنمية المغربي الذي يقوده رئيس الوزراء عبد الإله بن كيران إن القانون الخاص بالبنوك الإسلامية التي يطلق عليها في المغرب وصف البنوك التشاركية سيصدر خلال أشهر، وتوقع عبد السلام بلاجي أن تواجه البنوك التشاركية تحدي الموارد البشرية، حيث أن القطاع الجديد يحتاج إلى 400 كادر بشري، داعيا إلى المبادرة في تحضير تلك الكوادر وتأهيلها. وكانت لجنة برلمانية مغربية قد صادقت نهاية سبتمبر أيلول الماضي على مشروع قانون البنوك التشاركية، وعلى أن البنك الشعبي المركزي أحد أكبر البنوك المغربية نيته دخول مجال الصيرفة الإسلامية. أتابع ذلك معي من الرباط الدكتور عبد السلام بلاجي رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي والنائب في البرلمان المغربي. دكتور أشكر وجودك معنا في هذا البرنامج. إذن المغرب الآن صارت مهيئة ربما لاستقبال رافض الصيرفة الإسلامية أو ما يسمى في المغرب بالبنوك التشاركية. هل ثمة عقبات تعترض ذلك سوى نقص الكادر المؤهل؟ أولا شكرا لكم. ثانيا صحيح أن مشروع البنوك التشاركية في المغرب لكي ينجح لابد له من كادر أو أطر كما نسمى نحن في المغرب، كفأة ومكونة ومؤهلة. هناك عدد من الكليات والجامعات المغربية افتتحت ماسترات ودكتورات منذ مدة التكوين في المالية الإسلامية بمختلف فروعها، كما أن الأبناك المهتمة والمعنية بالأمر قامت بإعداد مجموعة مهمة من الأطر الكفأة سواء داخل المغرب أو خارجه بالاستفادة من التجارب السابقة التي بطبيعة الحال لها ريادة ولها تجربة ولها تمرس في الموضوع. فمن هذا الجانب صحيح أن الأطر والكوادر هي التي تنجح المشروع، وقد نبه إلى ذلك كذلك المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، نبه في دراسته المشروع بأنه لا بد من تأهيل الكادر، وإلا فإن التجربة ستعرف صعوبات وربما تعرف يعني مستقبلا غير مزهر لا قدر الله. نعم دكتور عبد السلام بلاجي، أنت تعلم أن الصيرفة الإسلامية والمعاملات الإسلامية انتظمت العديد من الدول العربية، وهي الآن تنتظم دول غير عربية بطبيعة الحال منذ مدة ليست بالقصيرة، وما شكل خبرات تراكمية نسبية. إلى أي مدى المغرب يسعى للاستفادة من هذه الخبرات، وما هي فرص نجاح البنوك التشاركية في المغرب في ظل المجتمع المغربي؟ بطبيعة الحال المغرب ودولة وسلطنة عمان هما آخر الدول العربية التي التحقت بميدان الصيرفة الإسلامية، لكن هناك المغرب ركم تجربة ولو قصيرة منذ سنة 2007 فيما سمي بالتمويلات البديلة، وهي المرابحة والمشاركة والإيجار، ولكن كذلك المغرب استفاد من التجارب السابقة كاملة في تشريعه الحالي، استفاد من تجربة الدول الخليجية، من تجربة ماليزيا، من تجربة تركيا، من مختلف التجارب السابقة. إذا نعتقد بأنه تأخرنا كثيرا، ولكن رغم التأخر فإن التشريع المغربي استفاد كثيرا من تراكم التجارب السابقة، وبالتأكيد إن شاء الله سوف يستفيد كذلك من الخبرات. والدليل على ذلك هو أن البنوك المغربية التي عبرت عن رغبتها في الدخول إلى مجال الصيرفة التشاركية أو الإسلامية كلها دخلت في شراكة مع أبناك أخرى من خارج المغرب، وخاصة من دول الخليج، بمعنى أن هناك رغبة في استفادة من الخبرة السابقة. نعم دكتور عبد السلام، هل ستكون هناك فرصة لنوافذ إسلامية في بنوك تقليدية، أم أن المغرب ستبدأ بتجربة كيانات إسلامية مكتملة منذ البداية؟
ربما يكون يعني الرافدان، ربما نعم. يكون الرافدان الرافدين معا نعم. خصوصا وانت انتم تعرفون ان البدايه من الصفر صعبه، فهناك بنوك يعني الان لها فروع يعني بالمئات في سائر انحاء المغرب، فكونها تفتح يعني نوافذ او ملحقات او ما شابه، هذا سيكون مهم لمعاملاتها من جهه. من جهة ثانية هناك يعني القانون المغربي يسمح بكل النموذج المستقل والنموذج النوافذ، ولكن يشترط وهو حاسم في هذا الأمر المادة 54 أن لا يكون تعامل بالفائدة أخذا أو عطاء أو هما معا، بمعنى أنه تكون محفظة مالية مستقلة للبنوك التشاركية، سواء كانت مستقلة في يعني مقراتها وغيرها أو كانت بمثابة نوافذ. إذا فالقانون مرن فهو يسمح بهذا وذاك، ولكن نعم. فيما يتعلق بالتعامل بالفائدة هو حاسم ويعني له موقف لا رجعة فيه. الدكتور عبد السلام بلاجي رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي والنائب في البرلمان المغربي، شكرا جزيلا لك. لازلنا نتابع مرابحة من CNBC عربية فيها بعض الفاصل. المزيد من المصارف التركية تعتمد المصرفية الإسلامية في أعمالها. أهلا بكم من جديد. أطلقت ذراع إدارة الأصول التابعة لمجموعة مي بنك المصرفية أكبر بنك في ماليزيا أول صناديقها المشتركة المقاومة بالدولار للاستثمار في الصكوك، ومن المقرر أن يستثمر الصندوق الجديد بعض أمواله في الصكوك التي تصدر من دول خليجية. سيخصص الصندوق للمستثمرين الماليزيين وحدهم في البداية، لكن الشركة تخطط لضخ استثمارات الصندوق في الخارج أيضا. ويندر إقبال الصناديق المالزية على هذا النوع من الاستثمارات نظرا لوجود وفرة في معروض الصكوك المحلية المقومة بالرنجت، لكن الطلب يتنامى على الصكوك الدولارية. استطاعت ماليزيا أن تخطو خطوات كبيرة في مجال الصيرفة الإسلامية، وباعتبارها الدولة الرائدة في هذا المجال تقدمت الصيرفة الإسلامية والنمو الإسلامي في هذا البلد، وأحرز مراتب كبيرة بفضل ابتكار العديد من المنتجات الإسلامية التي أصبحت مثالا يحتذى، ومن بينها الصكوك والتي كانت ماليزيا رائدة فيها. سعيد أن أرحب معي بهذا البرنامج بالسيد مظفر هشام الرئيس التنفيذي لمصرف مي بنك الإسلامي في ماليزيا. ودائما عندما تذكر ماليزيا تذكر الصيرفة الإسلامية ونجاحات الصيرفة الإسلامية باعتبارها واحدة من الدول الرائدة في هذا المجال. برأيك لماذا أحرزت ماليزيا كل هذا التقدم؟ هل لأنها ابتدأت مبكرا؟ أولا شكرا جزيلا على وجودي معكم. الحمد لله في ماليزيا لدينا كنا ناجحين في الصرافة الإسلامية لأن لدينا دعم جيد من قبل الحكومة، وأيضا هناك الكثير من السياسات التي تدعم وتشجع الصرافة الإسلامية، وبعد ذلك لدينا تشريع واضح جدا فيما يتعلق بنمو الصرافة الإسلامية. الحمد لله بفضل هذه التشريعات الواضحة وصلنا اليوم إلى أن نكون أكبر مصرف أو صيرفة إسلامية في العالم الإسلامي والعالم، ونقوم بإدارة حوالي 42 مليار دولار أمريكي من الأصول، كما أننا قمنا بالتوسع ليس فقط في ماليزيا ولكن في اتحاد دول جنوب شرق آسيا، ولدينا الكثير من النجاح في المنطقة. سيد مظفر، أنت تعلم دائما أن المنافسة والتحفيز هما دافعان للانطلاق للأمام، وأن هناك كثير من المناطق التي ظهرت وكشفت عن نفسها كحواضر للصيرفة الإسلامية، وماليزيا كما أسلفت رائدة في هذا المجال. ألا يدفعكم ذلك لبذل المزيد من العمل وابتكار منتجات حتى جديدة حتى تستطيعوا أن تكونوا في السوق كما كنتم؟
قطعا. وبالتماشي مع المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في دبي خلال اليومين الماضيين، أتاح هذا المنتدى لنا بالكثير من الفرص لإقامة بعض التعاون بين دول الخليج واتحاد دول جنوب شرق آسيا. وفي الوقت الحالي نحن ننظر إلى النمو في ماليزيا، ولكن أيضا مع هذه الفرصة، فرصة النمو والنجاح الذي شهدناه في الصيرفة الإسلامية في المنطقة، نتمنى أن نرى مزيد من النمو خارج الحدود بين دول الخليج ودول اتحاد دول جنوب شرق آسيا. فاتحاد دول جنوب شرق آسيا لديها أكثر من 600 مليون من السكان، وكان هناك نمو كبير، وهذه فرصة كبيرة لربط المنطقتين، منطقة الخليج ومنطقة الآسيان. ونتمنى أن نستخدم التمويل الإسلامي والصيرفة الإسلامية لربط النمو بين المنطقتين. على ذكر دبي وهذا المنتدى الإسلامي الجامع الذي يعقد في دبي، ودبي كشفت وعرضت نفسها بشكل صريح وواضح أنها تريد أن تكون حاضرة للصيرفة الإسلامية، هل ثم تكامل بينكم وبين دبي وتبادل ربما لوجهات النظر والخبرات في هذا السياق؟ هذه هي الفرصة التي سنحت لنا، ولذلك نحن من الشركاء الاستراتيجيين للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، ونرى الكثير من الحماسة والنمو المحتمل ليس فقط في دبي ولكن أيضا في منطقة الخليج ككل. ولذلك كان هناك تركيز على هذه الفرصة، نمو ليس فقط في دول الخليج ولكن أيضا في المنطقة، منطقة اتحاد دول جنوب شرق آسيا. فنحن يمكننا أن نربط أو نقوم بإقامة جسر بين مستثمرين في دول الخليج والنمو المحتمل الذي نشهده في اتحاد دول جنوب شرق آسيا. وأيضا يمكننا أيضا أن ننقل كل ذلك إلى دول آسيان، ليس فقط في ماليزيا ولكن إندونيسيا، سنغافورة والفلبين وفي مناطق أخرى في اتحاد دول جنوب شرق آسيا. فيما يتعلق بنمو الصيرفة الإسلامية في كل العالم، ودول غير إسلامية أصبحت تصدر صكوك في هونغ كونغ وجنوب أفريقيا ولندن إلى ما ذلك، هل وجدوا ضالتهم الحقيقية في الصيرفة الإسلامية سيد مظفر، بمعنى أنها ذات جدوى مصرفية بحتة بغض النظر عن الدين والميول النفسية؟ إن الجزء الجيد فيما يتعلق بالتمويل الإسلامي هو خلق القيمة الذي نشهده. هذا قطاع ينمو خلال 5 أو 6 سنوات بمعدل ب20 إلى 25% كنمو، ولقد شهدنا خلال هذا العام أن بريطانيا قد قامت بإصدار صكوك سيادية، وهونغ كونغ أصدرت صكوك سيادية، ولوكسمبورغ أيضا أعلنت عن ذلك. ولقد شهدنا فيما يتعلق بنمو التمويل الإسلامي أنه يزيد وفي اتجاه صعودي. وبالطبع فإن الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي يمكن أن يخلق مزيد من الفرص بالنسبة للدول غير الإسلامية، وذلك للدخول في سوق الدين الجديدة. أعلم أنكم وماليزيا كدولة وككيان ظفرتم بإحدى الجوائز مؤخرا، حبذا لو نأخذ معلومات أكثر عن هذه الجائزة. الحمد لله كان هناك الكثير من الجوائز الذي حظي بها ماي بانك إسلاميك، وأيضا أعتقد أن هذه شهادة على خلق القيمة ليس فقط مع أصحاب الأسهم لدينا ولكن مع جميع عملائنا، وأيضا ليس في قطاع التجزئة فقط ولكن في قطاع الشركات أو عملائنا من الشركات. مرة أخرى هذه هي الفرصة التي نشهدها في المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي الأخير، وهو أنه يمكننا أن نربط الفرص الموجودة في الخليج وأن نقوم نقلها إلى ماليزيا، ويمكننا أيضا أن نخلق فرص بين اتحاد دول جنوب شرق آسيا وأيضا بين دول الخليج. هذه هي الفرصة. جيد. واحدة من المعضلات الحقيقية التي تواجه الصيرفة الإسلامية هي مسألة الابتكار لمنتجات جديدة، يعني إلى أي مدى ماليزيا تعمل في هذا الصدد؟
إن الابتكار أمر رئيسي في تطوير التمويل الإسلامي. إن فلسفتنا في نمو الصرافة الإسلامية والتمويل الإسلامي كما ذكرت هي إضافة قيمة. وفي الواقع في ماليزيا 50% من العملاء من غير المسلمين، وبالتالي الأمر لا يتعلق فقط بقيمة الصرافة الإسلامية ولكن قيمة المنتج الذي يقدمه المصرف الإسلامي للعملاء. جزئيا هناك جزء يتعلق بالابتكار. في العام الماضي البنك المركزي قام بتقديم بعض الخدمات المالية الجديدة، ونحن متأكدين أن هذه الفرص يمكن استخدامها للنظر إلى هياكل إسلامية جديدة لإضافة قيمة إلى العميل وإضافة قيمة إلى أصحاب الأسهم لدينا. وأعتقد أنه يمكننا أن نضيف برؤيتنا ويمكننا أن نرى مزيد من النمو ليس فقط في دول اتحاد جنوب شرق آسيا، ولكن أن نخلق ارتباط أو روابط مع دول الخليج ومع العالم الغربي أيضا. إن شاء الله. مظفر هشام الرئيس التنفيذي لمي بانك الإسلامي، مصرف مي بانك الإسلامي في ماليزيا، شكرا جزيلا لك. شكرا. Thank you. حصل بنك خلق التركي على موافقة بافتتاح ذراع الإسلامية بالتزامن مع النمو الكبير في القطاع بالبلاد، وبذلك يصبح ثاني بنك بعد بنك الزراعة التركي الذي أعلن عن حصوله على موافقة الهيئات المختصة لافتتاح ذراع الإسلامية. وتعتزم الحكومة التركية إنشاء 3 مصارف إسلامية حكومية تعمل كنوافذ متوافقة مع الشريعة إلى جانب المصارف التقليدية التي تمتلكها، وهي بنك الزراعة وبنك خلق وبنك ذكيف. انتهت مرابحة لهذا الأسبوع. للتواصل معنا دوما الرجاء المراسلة على البريد الإلكتروني مرابحة @cnbcarabia.com. في أمان الله.